1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يتم استهلاكها سنوياً بولاية الجزائر، أمر يجعل من التأمين الطاقوي بالعاصمة ضرورياً، وهو ما أكد عليه وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال تدشينه لعدد من المشاريع. 10% من الغاز اللي يتوسع إلى مستوى الوطن واللي هو 14 مليار متر مكعب، إذن تأمين الطاقوي نتاع ولاية الجزائر مهم جداً. توجيه استهلاك الطاقة إلى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل يعد من الأوليات لخلق ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني عوض استهلاكها بنسب كبيرة في المنازل. الطاقة اللي تنتجها سونغاز سواء بالكهرباء وإلا بالغاز الطبيعي، يعني فيما يخص الغاز الطبيعي اللي يتوزع، يعني للأسف يستهلك تقريبا أكثر من 75% أظن في المنازل. استقبل رايح نحاول، ماناش رايحين ننقصوا توزيع الغاز ولا الكهرباء، لا، لازم نلبيو كل احتياجات تاع المواطنين، ولكن نحاول نزيد في باش ندعم الاستهلاك الطاقة في الميادين اللي تخلق ثروة، تخلق مناصب شغل. 8 ملايير دينار جزائري قيمة استثمارات سونالغاز لإنشاء مراكز تحويل الكهرباء ببلدية الحميز وديل إبراهيم، وكذا أنبوب تحويل الغاز الطبيعي الرابط بين بوفاريك وشراكة، مشاريع مهمة تندرج ضمن مخطط التأمين الطاقوي بالعاصمة.